الراديال نيرف ده اكبر نيرف في الارم، وده الكونتينويشن بتاع البوستيرو كورد اوف ذا براكيال بلكسس. الراديال نيرف اهو كونتينويشن بتاع البوستيرو كورد، ادي البوستيرو كورد ادى راديال نيرف وادى اكزيلاري نيرف خدناه قبل كده، ادي الراديال نيرف اهو يمشي ما دام هو طالع من البوستيرو كورد يبقى بيمشي بوستيرو بالنسبه للترمينال بارت اوف ذا اكزيلاري والابر بارت او البيجيننج بتاع البراكيال ارتري. بعد كده الراديال نيرف ده ينتقل للبوستيرو كومبارتمنت، يمشي على الباك اوف ذا هيومرس في جروف اسمه سبايرال جروف، ماشي معاه بروفاندا براكياي ارتري. يجي هنا عند الجنكشن بين الابر تو ثيرد اوف ذا هيومرس واللور ثيرد يخترق اللاترال كومبارتمنت، اللاترال انترماسكولار سيبتا، يخترق اللاترال انترماسكولار سيبتا ويطلع في الانتيرو كومبارتمنت. لما يطلع في الانتيرو كومبارتمنت هيخش هنا في جزء من الكيوبيتال فوسا، هنا اهو حته من الكيوبيتال فوسا كده، ويروح متقسم اتنين سوبرفيشال برانش وديب برانش. الديب برانش بيسموه بوستيرور انتر اوسياس نير. يبقى الراديال نيرف برانش من البوستيرو كورد بتاع البراكيال بلكس، بيبقى بوستيرو الاكزيلاري والبراكي. بعد كده بيخش في السبايرال جروف على الباك اوف ذا هيومرس معاه ارتري اسمه بروفاندا ارتري، لحد ما يوصل لاترال انتر ماسكولار سيبتا، يخترق اللاترال انتر ماسكولار سيبتا ويخش في الانتيرو كومبارتمنت. يخش في الانتيرو كومبارتمنت هنا بيبقى بين ثلاثه مصر، واحده اسمها براكيو رادياليس تحتها اكستنسور كارباري رادياليس لونجاس، وميديالي هنا بيبقى في البراكياليس. هو بيبقى في الجروف اللي ما بينهم دول كلهم، تو ما يوصل للمنطقه دي الفرونت اوف ذا البو يروح مقسوم سوبرفيشال برانش وديب برانش. السوبرفيشال برانش اهو وادي الديب برانش اهو، الديب برانش بيسموه البوستيرور انتر اوسياس ايه نيرف. ده بالنسبه للنيرف اللي اسمه راديال نيرف. راديال نيرف ليه برانشز في الاكزيلا وبرانشز في السبايرال جروف وبرانشز في الكيوبيتال فوسا.